من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا صلوات ربي وسلامه عليه. يا رب صل على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غد. فلقد عرفتك منعما متفضلا ولذا دعوتك فاستجب لي يا سيدي. ثم أما بعد، فبارك الله فيكم وحياكم الله وشكر الله جل وعلا لكم جميعا. بداية وبالنيابة عن حضراتكم وبحضوركم المشرف، أتقدم بخالص التهنئة وبخالص الشكر والعرفان على أننا شرفنا بهذه الدعوة. أفراح آل الدح، مرحبا بكم يا آل الدح ومبروك مقدما. خالص التهاني لأولاد المرحوم الحاج حسين أبو قبيصي بمناسبة زواج نجله الأستاذ سنبو. كذلك أيضا خالص التهنئة لأولاد المرحوم الحاج مكي دحشور السيد والد العروس. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الزواج زواجا مباركا موفقا، كما أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم براحة البال والسعادة في بيوتنا مع زوجاتنا ومع أولادنا ومع جيراننا. فالقلب الهادئ المطمئن حتى إذا عبد الله جل وعلا يعبده وهو في راحة وهو في طمأنينة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما يدعو الله ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا رب. الحبيب صلى الله عليه وسلم نزل عليه فيما نزل، نزل على قلبه صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم إلا أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مودة ورحمة، البيوت بدون مودة وبدون رحمة جحيم لا يطاق. البيوت بدون مودة أو رحمة لا تصلح للعمل الإنساني أبدا. لذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ينظر إلى أهل بيت يأكلون جميعا، إن الله ينظر إلى أهل بيت
تأكلون جميعا فيها جهن من اللقمة أو لقمة العيش لو واحد كان واحد كان واحد ما مستحش مع التاني كل واحد ودع وجنب كل واحد وعياه بالله لا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجمع بالأربعين رجلا على مصعد واحدة يتناوب عليها يعجبه لقمة واحدة ويدعو الله فيها بالبركة فيشبعون جميعا وتبقى كما هي فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا أخبركم برجالكم في الجنة نوع الرجال اللي هم في الجنة النبي في الجنة والصديق في الجنة والشهيد في الجنة والصالح في الجنة تكون نساء أنا أخبركم بنسائكم في الجنة المرأة في الجنة أنا أخبركم بنسائكم في الجنة أنا أخبركم بنسائكم في الجنة كل امرأة ودود ولود ودود يعني كثيرة البدود ليست امرأة جافية ليست امرأة حديدية ليست امرأة غليظة ليست وإنما هي امرأة ودود كثيرة البدود ودها لا يفوت أبدا وخيرها لا يموت أبدا امرأة ودود ودود إذا غضب أو أسيء إليها أو غضب زوجها من يده لا أكتحل بغمد حتى ترضى هي غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها لا تنظر إلى الحقوق لا تنظر إلى الصار لا تنظر إلى الانتقام لا تنظر إلى التشفي وإنما تمد يمناها ميمونة مباركة فتقول هذه يدي من يده لا أكتحل بغمد حتى ترضى لا أكتحل بغمد حتى ترضى شرع الله جل وعلا الزواج وجعله راحة للنفوس وجعله صيانة للأعراض وجعله أمن وجعله استقرار ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل أحد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يبص عليه الرسول فيقول له ألك زوجة لك زوجة ألك زوجة فيقول له لا لم أتزوج حتى الآن فيقول له وأنت موسر بخير فيقول وأنا موسر بخير فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له تزوج فإنهن صويحبات يوسف تزوج تزوج ليه لماذا يأمره بالزواج لأن المرأة طريق إلى الأولاد طريق إلى العصمة طريق إلى حفظ الأعراض طريق 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 إلى الخير كله الواحد منهم كانت زوجته تموت فيخطب غيرها على القبر يخطب غيرها على القبر لو خشيت أن ألقى الله جل وعلا بشيء لخشيت أن ألقاه وأنا أعزب الكلام ده قد يصطدم مع بعض منا بيوت المسلمين الآن أصبحت فيها نوع من عدم الاستقرار أصبحت فيها نوع من الصراع أصبحت فيها نوع من عدم الراحة لماذا يكون ذلك؟ بسبب بعد الناس عن شرع الله جل وعلا بعد الناس عن الدين بعد الناس عن معالم الإسلام هو النور الذي يسير على ضربه الإنسان هو الصراط المستقيم ما أجمل اللقاء بحضراتكم لكني الآن أترك النجاة لأخ وزميل من إخواننا الأفاضل بارك الله فيكم وفيني نستمع الآن إلى كلمة الوعظ والإرشاد من رجل الأوقاف المحترم فضيلة الشيخ علي أبو الديب فليتفضل عزيزا مكرما تفضل الشيخ علي بسم الله الرحمن الرحيم
مسلسلات وافلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقنا من خلع اعوج، وان اعوج الشيء اعلاه، فان اردت ان تقيمه كسرته، وان كسر المرأة طلاقها. فلا بد ان تعيش مع المرأة على عوجها، لأنك مهما أحسنت إليها ثم أسأت مرة نسيت جميع الإحسان. وذلك قصة طريفة، إن أحد زوج أحد الخلفاء لما نظرت من شرفة قصرها وجدت النساء يمشين في الطين، نساء الغلابة الفقراء، فجاءت للخليفة قالت له: أنا عايزة أمشي في الطين. قال لها: كيف مرت الخليفة تمشي في الطين؟ يعني خليفة يعني رأس العالم. قالت: لازم أمشي في الطين. يا عم ما ينفعش، قالت لزوجة الخليفة، فصنع لها طينة من مسك
والله ما شفت معاك يوم زين. قالها وانا يوم الطين. فالمرأة مهما احسنت اليها. لذلك وصل نفسك وافضل واحد عشان ترتاح ترتاح في بيتك القدس. يعني شوف لما عايشة كانت تحب جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما جت صفية وصفية دي تشكي النبي صلى الله عليه وسلم صفية دي بنت مين؟ دي بنت ملك. يعني رماية مليون. وكانت طاغية يعني أحسن واحدة تعمل كده. وكانت الليلة ليلة عائشة. فجاءت وكان النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحاب. فجاءت عائشة فأخذت الآلاء ثم كسرت. يعني تخيل لو مرتك كنت بقى مصر من ده وده مسك الزبدية وراح تكسرها وسط الله. ايه لك فعلا؟ لكن شوف رفع سيد النبي صلى الله عليه وسلم. شوف رفع سيد النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال غارت أمكم ثم أمر بإناء وأعطاه الله خادم فقال إناء إناء وطعام يا أخي عشان يقدر عارف زوجة لازم تبقى أنت راجل. إيه معنى راجل؟ يعني تبقى عندك راحة في البيت. قال عمر يعجبكم في بيتي كالصبي. فإذا خاطك الرجل يعجبه الرجل يكون في بيتي كالصبي. مش يبقى خلق غريب. لا سيد النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعب مع حسن والحسين ويبدأ على ظهره وقبلهم فكان أقرب بحال والله إني مع عشرة من الولد ما قبلت منهم واحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهل أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ وهل أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ فإيش عليك أن تعرف كيف الله فيه عشان يمكن يكون سعيد. صورنا زين يا رمان يا شيخ. صورنا زين يا رادي. ولع لي يمي. هاتني واحدة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ربي حسبي. كلكم راعي. وكلكم مسؤول عن رعيتك. وانت خدتها بكلمة من الله. استحللت فرجها بكلمة من الله. فلا بد ان وصية النبي لي صلى الله عليه وسلم جلست توصي بالنساء خيرا. دي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك انت سعيد لابد من الاول تبني البيت السعيد سواء الراجل او المراه. المراه لابد ان يكون عندها اخلاق يكون عندها عقيده. والراجل لابد ان يكون عندها اخلاق. لكن ناسك يا اخوان والله ولا ميزان دين. يعني ممكن يجي لك واحدة لبيتك ومش معصوم ومش معصوم وما يعرفش رب بس عنده شك وعنده فلوس ما معتقدش معصبني ولا مش معصبني. تعرف ربنا وقتك والله العظيم مهما كان يعرف ربنا ما يريح كينا لرجل اجوز بنت مين؟ هاي صابوني هاي صابوني ان احبها وإن كرها لم يصدمها. إن أحبها أكرمها وإن كرها لم يصدمها. عشان تقام القصة لابد أن تؤسس
لسماع آيات من كلام الله.